السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم بغيت غير نشارك معكم شنو كنستعمل كمواد وآلات وأشياء في الكوزينة أو المنزل، وخصوصا هادو كنستعمل في الكوزينة، برغم أن القناة ديالي كتحمل الاسم أمل كيتشن، يعني هادو كنستعملهم في الكوزينة وما أشياء بسيطة ورخيصة وكنستعملها يوميا. وبغيت نشارك معكم كما قلت هاد الفيديو باش الناس يعرفوا شنو كنستعمل. ألوغ في هاد الشبكة هادي هي فيها واحد المقبض ديال اليد في الوسط، وهي صغيرة، حجم صغير، أنا ما خديتش الشبكة الكبيرة أو كما كيقولوا كصندوق أو شبكة كبيرة. ألوغ عندي هنا هذا ديال الزاج باش كنمسح الزاج، هذا باش كنمسح الزاج، وغير خديته أنا من دولار تري، ولكن كاينين في محلات أخرى غلاس كلينر. هذا استعملته في الدار، قرعة شريتها من ديال سبراي، شريتها من دولار تري، وإنما المادة اللي هنايا مادة صابتها في الدار من الفينيجر، الخل الأبيض، وبيكنج صودا، والماء. هذه كنستعملها تنظيف البوتاجير والبلايص اللي حدا البوتاجير باش كننظف، وكيكون تنظيف والخل كي يقتل البكتيريا. الوغ هذا غير منزلي ورخيص، يعني وايت فينيجر، الخل الابيض مع بيكنج صودا والماء. هنا عندي الصابون ديال الاواني، وانا خديت حجم صغير من قرعه صغيره لحقاش باش تجي في هاد الشبكه. علاش عندي قرعه كبيره ولكن كناخذ انا الصغيره، فاش كتخوى ليا كنزيد من هذيك القرعه الكبيره كنفرغها هنايا. وكنستعمل بالموليف انتي باكتيريال حجم صغير، كيكون معاك فين ما وصقتو من تحت الحوض ديال الكوزينه، كنحطو في هذه الشبكه وكنحطها من تحت الحوض ديال الكوزينه. هذا الزيف او المنديل هذا كنستعملو غير باش كنمسح الغبره او مسح الزاج بهذا السبراي. وعندي لي ليغون هادو كنحطهم في هذا الجنب، هذا كيجيني ساهل باش كناخذهم. وهاد خديتهم حتى هما غير بدولار من دولار تري، عجبني هذا اللون الوردي، كيحافظوا على اليدين من صورتو. كنستعملوه بزاف في المواد الكيماويه باش كنغسلو الماء ديالنا. هذه كنستعملها كناخذها معايا صورتو في الحوض ديال الحمام، باش كنحك الحوض ديال الحمام، حتى هي من دولار تري. عندي هذا دائما كنحطو معايا صابون ديال اليدين فاش كتوسخ اليدين وانا كننظف، كنستعمل هذا الصابون لانه رطب وما يمكنليش نغسل يدي بالصابون ديال الاواني. هذا موديل سيتو كنغسلو بزاف الماعن. الوغ كنهز معايا هذا في هذه الشبكه ديال اليدين، وهذا كناخذو ديال النوع ديال الحليب والعسل، هذا كيعجبني بزاف. كناخذ انا قرعه كبيره وعندي قرعه صغيره، وكان فين ما كتخوى ليا كنعمرها. هادو ديال لانجيت كنمسح بهم الجوارب ديال الكوزينه واليد ديال الثلاجه واليد الفران والبيبان. ديزانفكتن وايبس بالحامض. هادو لي زيبونج عندي بزاف ديال الانواع ديال زيبونج، وهاد لي زيبونج كما قلت لكم انا كنتقدا دائما من دولار تري. هادو لي زيبونج ديال الماعن، هاد النوع هذا عندي الغوز والصفر، وعندي هاد النوع هذا
كنحتاجو باش كنغسل كنغسل الكوزينيير باش كتوسخ. معنا الكوزينيير عندي في اللون الابيض دغيا كتوسخ، اي حاجه طاحت عليها كتحرق كتولي. هاد الشبكه عندها واحد البلاصه هنايا في الوسط، في الوسط كنحط فيها هذه بحال كراتة كنمسح بها الزاج، حتى هي دولار. وهذه ايبونج بونجا باش كتعجبني انا، كديري هنايا الصابون والماء كتغلق عليها وكتحكي الحوض ديال الكوزينه ولا اي بلاصه بغيتي تحكي بها، وسهله كنحطهم هنايا كيجيوني ساهلين. هادو بجوج كنشكركم بزاف على المشاهده، وغنقول لكم مفاجاه جايه من بعد جوج ولا ثلاثه ديال لي فيديو، وكذلك غادي نحط فيديوهات على كيفيه تنظيم وتنظيف المنزل او المطبخ سورتو المطبخ. ولكن عندكم شي اقتراح ما تبخلوش عليا، ويمكن لكم تحطوا الاسئله ديالكم في لابواط ديال التعليقات او ترسلوني في الفيسبوك أمل كيتشن أو الإنستغرام أمل كيتشن 31 أو أمل كيتشن 31. وكنتمنى لكم نهار سعيد وشكرا بزاف، بسلامة.